تأثيره بالقرار في استضافة خليجي 25. أنا بصراحة ما أتمنى أن نستضيف خليجي 25 هالفترة لسبب رئيسي أستاذ علي، بدون ما نشاهد الآن بدون جمهور ما راح تكون البطولة ذات قيمة نهائيا. إحنا الغاية الأساسية أنه أنت تستقبل البطولة نمتع جمهورنا يشاهد المنتخب الوطني على أرضه في بطولة رسمية. مع الظرف الراهن مدى نعيشه من جائحة كورونا، ممكن الإخوان إذا ما تريثوا ممكن يستقبلوها في وقت آخر بعد زوال هذه الجائحة. أنا في رأيي راح يكون قيمة البطولة بشكل أعلى، بالإضافة إلى تواجد الجمهور راح ينطي إضافة كبيرة للبطولة. بس بالمجمل حتى وإن حضرت واستقبلنا البطولة يجب أن نهتم بالأمور التنظيمية، يجب أن ننطي انطباع انه احنا بمقدورنا نستضيف اي بطوله، ممكن الايام القادمه او السنوات القادمه ان شاء الله نستضيف بطولات على مستوى اعلى، وهذا الامر اشاهده جدا طبيعي لما نمتلكه من امكانيات، سواء الان بدات البنيه التحتيه بتطور، بالاضافه الى الجوانب الثانيه اللي كقيمه المنتخب العراقي وبلدنا الحبيب على مستوى الصعيد العربي وحتى الاسيوي، نتكلم عن عرب اسيا. فهذه الجوانب ممكن ان نضيف لنا. اليوم استقبلت المنتخب الكويتي، بعد فتره قصيره جدا ممكن ان تنظم بطوله الخليج. كل هذه الامور ممكن أن نصف في مصلحة بلدنا. هذه نقطة جداً مهمة. تنظيم البطولة من يوصل للرسالة هو الجماهير اللي راح تجي مع كل المنتخبات. أكيد فعل. فتتفق مع هذا الطرح؟ أكيد. إذا تذكر البطولة الثلاثية اللي صارت بين العراق والسعودية والأردن أظن، كان الجمهور له تأثير كبير على كل الفرق اللي زارت البصرة. الجماهير تعطي حافز كبير، وخصوصا الجماهير المتعطشة.